أنا سعيد اليوم باش نكون هنا في معرض الكتاب في الرباط باش نتحدث على كتاب آخر كتاب أنتجته مع ابنتي ماجدولين بوم مندوزا. هي من عمرها 14 سنة. الكتاب موضوع الكتاب حول وظيفة ديال الأب ديالي اللي كان رقص في ثلاثينيات وأربعينيات القرن الماضي. علاش منين جات هذه الفكرة؟ الفكرة تنبني بالخصوص على كتابة تاريخ الجنوب المغربي من واحد المنظور اللي هو ديال الطبقة والسكان الأصليين ديال هذه المنطقة. مبني على الكتاب مبني على استجوابات اللي درتها مع الوالد لمدة تقريبا 15 أو 16 سنة. جمعت فيها مجموعة من الوثائق حول حياته في الفترة الاستعمار الفرنسي في المنطقة وما بعد الاستقلال. أنا الآن سعيد لأنني باش نهضر على هذا الكتاب بالخصوص في هذا الإطار ديال المغاربة المهجر للتعريف بتاريخ المنطقة من خلال منظور ديال الأب ديالي، وكذلك للتعريف بمحاولة نشر هذا التاريخ، لا ترانسميسيون ديال هذا التاريخ للأجيال الجاية، انطلاقا من بنتي وربما أبناء وبنات إخواتي وأخواتي والناس ديال المنطقة ديال طاطا والمغرب إن شاء الله والعالم كله. إذن هذا الكتاب المضمون ديال هذا الكتاب هو كما قلت موضوع الرقاص اللي هو والجراي، كنت نقوله في الجنوب الرقاص ولا الجراي، اللي هما أشخاص كانوا يأخذوا مثلا البريد والرسائل من منطقة لمنطقة عبر الأرجل. كاين فيهم اللي كانوا تيديروها عبر الحمير أو البغال، ولكن الوالد كان تيديرها عادة عبر الأرجل عبر المشي من مثلا من الدوار ديالنا دوار المحاميد ومزقيد إلى دوار إلى طازناخ أو إلى تلوات اللي كان فيها القلاوي الباشا التهامي القلاوي في ثلاثينيات وأربعينيات القرن الماضي. إذن هذا الكتاب تعطينا واحد النظرة على تاريخ البريد في المغرب، لأن إذن هذا الكتاب الوالد ما كانش من الناس اللي تيخدموا في البريد كومونديج الشريفيان بريد أو الشريفيان بوست، ولكن كان هو من الناس اللي في المنطقة نائية كمنطقة طاطا ومنطقة جبال الأطلس الصغير ما كانوش فيها طرق ما كانوش فيها سيارات أو شاحنات. فهذيك الفترة في بداية الدخول الفرنسي إلى ورزازات بالخصوص في 1928 كانوا هاد الناس هما اللي كانوا تيقوموا بحمل الرسائل من منطقة إلى أخرى، وهذا كان يدار كما تنقولوا بالكورفي أعمال شاقة. كانوا بز منهم يأخذوا هاد مثلا الرسائل من منطقة إلى أخرى. هاد التاريخ ديال البريد ولا ديال الرقص والجراي بالخصوص تنحطوا كذلك أنا وابنتي تنحطوا في واحد الكونتكست اللي هو جنرال اللي تيرجع لإنشاء البريد أو ولا إنشاء هاد العينة من البريد في القرن الثامن عشر بالخصوص في 1893 عندما قام السلطان الحسن مولاي الحسن بإنشاء واحد العينة من كما نقولوا ساعي البريد إلى لمحاولة
باش يحاول باش كوموندي كونتيستي هذاك البريد الاوروبي اللي بدا في طنجة ومن بعد انتقل الجديدة المازاغان ومن بعد مشى لمراكش الى غير ذلك. هذا هو الموضوع ديال الكتاب. الابنه ديالي هذا كتاب شراكة مع بنتي لان انا كتبت لو تيكست كتبت النص نص الكتاب وبنتي دارت بالرسومات دارت ليلوستراسيون ديال الكتاب. اذا من هنا تنشوفوا المحاوله ديال لا ترانسميسيون هاد لا ترانسميسيون ديال ديال لانفورماسيون من الاب للابن. بالنسبه ليا علاش هاد العمل مشترك ما بيني وبين بنتي لان بالنسبه ليا ضروري نوصل التاريخ ديال المنطقه ديالي من جانب ديال العائله ديالي لبنتي والاطفال ولا جينيراسيون اللي جايه من بعد في الاقليم وربما المغرب. هذا هو المبتغى ديالي هذا هو الهدف ديالي. منين جات هذه الفكره كذلك علاش حاولت باش نكتب التاريخ ديال جنوب المغرب وخصوص منطقه الاطلس الصغير من منظور الاب ديالي. هذه الفكره جاتني بالخصوص من قراءتي للمختار السوسي كتاب مختار السوسي من افواه الرجال اللي حاول فيه في الجزء الاول باش ينظر لضروره كتابه تاريخ المنطقه تاريخ سوس والجنوب المغربي من بكتابه تاريخ الاسر. اذا هذه النقطه جاتني تقريبا من واحد في اواخر التسعينات من القرن الماضي وبناء عليها بنيت هذا الفكر لكتابه تاريخ الجنوب من خلال أسر متوسطة أسر عادية أو أسر أرستقراطية. وهنا تنركز هنا على الأسر العادية أو الفقيرة وهذا تعطينا واحد الفهم لتاريخ المغرب اللي هو تاريخ أنا تاريخ غني ولكن يجب كتابته ليس فقط من خلال من طرف هاد الكتاب ديال اللي ساكنين في المغرب ولا عايشين في المغرب ولكن حتى الكتاب والمفكرين اللي ساكنين في أمريكا وأوروبا.